للأمانة بدون قصور في سعود، والله لو اني مكان اختار سعد إيه والله ما اخذوا الريال انا يا بعدين نفسي. واضح انه وبيسوق لي هو مجبور يسوق لي صح استحم مسعود واضح واضح انه يعني حتى صغير الامور قدامه ايام كثيره بطل. لازم يرتب لها اي مسعود جد الناس اللي راهنت عليه سعود دور مصلحتك يا اخي استريح اذا بتاخذ من فريق بهاج احد عادي اي عندك نظره حال فريق بهاج فريق بهاج يلا تفضل هادي بالربعه اول شخص واحد يدخل يا مسعود واحد بس ينتظر برا بالله ينتظر برا مسعود انتظر برا يا ابوي والله يكفينا شر المجاملات اللي ما تنفع استريح هادي ابارك لك قبولك حياك الله شوف الاحترام ما في متسابق قد سواه الله ولا متسابق ولا متسابق قد سواه كيف الحال هادي مبروك القبول الله يبارك الله يبارك في عمرك سنة سلم عليك انت المدير الثاني طيب عمرك يا حبيبي الله الله الموضوع هذه مبروك القبول الله يبارك في عمرك جزاك خير ليه ما سلم ناقدين ناقدين انتم ترى الطاقية انا معطيك اياها تفضل تفضل يا استاذ هادي واحد معطي ذوب هادي حياك الله اكيد فاهم الفكرة فيه ان شاء الله عرض بيجيك من بهاج مبروك القبول برنامج على نسبتين نسبة المتاجر ونسبة الجائزة بهاج ايش عرضك لهادي اول شيء ابارك في القبول الله يبارك فيك هذا فعلا مكانك انا امام مجلس الاداره انا راهن انك راح تكون ايقونه من برنامج استديو باذن الله باذن الله ما تنام جيزك من جيز الربع استاذ هادي 10 متجر الكتروني 30 جائزه الحفل المراكز الاولى 30 تاخذ نعم اللي هي تاخذ الاول الثاني الثالث اخذ 30 بالمئة. حلو تاخذ 30% نعم حلو من مبلغ الجائزة ثاني اقول لك الدقيقة 10 ايش فيك ضيعت اي المتجر 10 المتجر 10 النسب كم اخر؟ اخر كم؟ اخر كم؟ اخر كم؟ اخر كم؟ في مداخلة من مسعود طيب دقيقة يمكن اقدم انا ناقص؟ مسعود مسعود ممكن عنده رأي انت قبل شوي تدخل اكسر الثاني يا مسعود 10 30 10 30 30 20 5 20 5 طيب مسعود سؤال هل هادي هو اللكزز والشباب اللي عندك ديدسن؟ لا 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 صلاة النبي ما فهمت رايي سلمنا لي مرة الله درك ذبح والسلام والله ما احترم انا متسابق تسمح مداخلة استاذ سعود؟ انا قلت قبل شوي كانت يوم قلت انت ان ليش سعود العنزي قبل فمسعود ما اقول العيال قلت هذا اللكسس مثل ديتسن ما اقصد المتسابق اقصد الليدر انت اللي اقول لك شكرا انت سياره استاذ هادي تفضل الرجل اسقط عليكم دقيق انا ما اطيل عليك انا انت ما راح تندم اعطاك نسبه مسعود اقل اعطاك العرض مسعود هادي هادي كلمني اعطى متسابق هادي 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 كلمني خليك معي مركز معي كني انا وياك الحان فكر معي خليك معي ارجوك هادي انت لازم تكون فيك كم اخر اسمع اخر كم اترك هذه بس بقول حاجه عزيز عشان دقيقه بهاج اسمع 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 وعلك صوبي ترى اسمع عطى متسابق من متسابق مسعود هذه غير صحيح غير صحيح و15 غير صحيح غير صحيح 25 غير صحيح غير صحيح هذه فكر في النجاح لا تفكر ما لي حاجه في الكلب هذه انا رايي اسمعني محمد قول يلا اسمع عندي والله مرض لازم اقول اي لازم انا ما جيت من الكويت من السعوديه لا متعني لك ابو حاضر حاضر هذا والله المتسابق روح مسعود خلي فلوسك عندك ابو عبد الله عبد الله مسعود تفضل العقد 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 مسعود مداخله سم امسك امسك الحمد لله نحمد الله وش يكتب اسمك مسعود الطرف الاول سم نحمد الله ونشكره ايه انه وافق مع بهاج انا ابتلشت فيه ليش عرضت عليه انا قاعد عرض افضل انا ما ابيك انا كذا انا تدري ليه انا كم معطي 25 بس نقصت 5 ليه لانه ان جاء مشى وراح ما فاد انا ما نفعنا والله مسعود مسعود مش عفول على الصدام على الصدام والله انا قاعد على التيك توك حيد العين حيد العين مراد بس عطني قلم الطرف الثاني يا هادي وكم الجلوات وقع على كل الاوراق خلاص خذوا قبل هذا قبل وقع كم اخر لا لا خلاص وقعت وقعت عاد